تعززت الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أتاح المجال أمام الأدوار الدبلوماسية لمجلس النواب بالشكل الذي يرسخ مكانة البحرين ودورها في المجتمع البرلماني. ومن أجل هذه الغاية النبيلة أصدر معهد البحرين للتنمية السياسية كتابا يسلط الضوء على التجربة الدبلوماسية لمجلس النواب البحريني من كافة جوانبها وأبعادها.